يبدو بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يأخذ فرصة طويلة لالتقاط أنفاسه بعد المعركة الانتخابية مع اليمينية المتطرفة مارين لوبان. وللحديث عما يواجه ماكرون من تحديات، أرحب بضيفي ناصر زهير الباحث في مركز جنيف للدراسات. أهلا وسهلا بك. إذن كيف يبدو المزاج الفرنسي اليوم مع استهلال الدورة الثانية لماكرون؟ ويعني برأيك هل مسيرة عيد العمال ستشكل ورقة ضغط على ماكرون؟ نعم، تحياتي لكم وللمشاهدين وكل عام وأنتم بخير. يعني المزاج الفرنسي الآن يضغط بأن يكون هناك سلطة ما تواجه سلطة ماكرون المطلقة. بحسب استطلاعات الرأي، كل 6 من 10 فرنسيين يؤيدون أو لا يرغبون بأن يكون لماكرون الأغلبية في مجلس النواب أو في الجمعية الوطنية الفرنسية، لأنهم يتخوفون من مشاريع ماكرون الإصلاحية، خاصة فيما يتعلق في تعديل قانون سن التقاعد. تظاهرات الأمس العمالية تعطي صورة معينة أيضا على أن النقابات والعمال وجزء من الفريق الذي اصطدم معه ماكرون في تظاهرات السترات الصفراء لن يعطوه شيك على بياض في هذه الانتخابات، ومعنى بأن نجاحه في الانتخابات الرئاسية ليس يد مطلقة لتنفيذ كافة المشاريع، وسيكون هناك معارضة من قبل الفرنسيين. ولكن على الجهة الأخرى أيضا، ماكرون في خطاب النصر أشار إلى أن فترة رئاسته الثانية لن تكون امتداد لفترة رئاسته الأولى، بل ستكون مرحلة جديدة. هذه التصريحات تعتبر إيجابية جدا، على اعتبار بأن ماكرون تعلم نوعا ما من الأخطاء في فترة رئاسته الأولى، وربما دعينا نقول يتخطى المطبات التي وقع فيها، ولا يصطدم مع الفرنسيين في القوانين الإصلاحية التي تزعجهم. وهذه النقطة تحديدا يركز عليها زعيم اليسار الراديكالي جاك مينوشو، الذي يريد أن يعطي صورة للفرنسيين بأن يد ماكرون المطلقة ستزعجهم فيما يتعلق في القوانين الداخلية، وخاصة قانون التقاعد، وهو يريد أن يكون رئيس الوزراء حتى يكبل هذه اليد المطلقة ويكون هناك توازن بين السلطة والمعارضة. طيب، ولكن ماكرون في حملته الانتخابية ركز على الملف الأوكراني وعلى تأثير الحرب الأوكرانية على الاقتصاد الفرنسي، واليوم بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، هل سيغير ماكرون من نهجه بالتعامل مع القضايا الخارجية، أم أنها يعني مجرد كانت دعاية وإعلام لجذب الناخب الفرنسي الذي أيضا هو يهتم كما ذكرت بالشأن الداخلي ربما أكثر بكثير مما يحدث خارج فرنسا؟ يعني هذا السؤال مهم جدا، ولكن هناك دائما اختلافات بين الانتخابات النيابية التشريعية والانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية يمكن لماكرون أن يستخدم هذا الكريدت أو هذه الأعذار فيما يتعلق في الحرب الأوكرانية، جائحة كورونا، كل المشاكل التي واجهت فترة رئاسته الأولى. ولكن في الأوضاع الداخلية التركيز يكون على حتى ما قبل بدء الأزمات، إذا ما تحدثنا عن كورونا وعن الحرب الروسية الأوكرانية. اصطدم ماكرون مع الفرنسيين فيما يتعلق مثلا في القوانين الإصلاحية التي تسببت بتظاهرات السترات الصفراء، إصلاح أسعار الوقود أو زيادة أسعار الوقود، أيضا الإضراب النقابات التي اصطدم معها ماكرون كثيرا فيما يتعلق في إصلاح قانون سن التقاعد. هذه النقاط في الأساس لا يمكن لماكرون التهرب منها، ويجب أن يقدم للفرنسيين مشروعه الجديد، أو ما يعطيهم، ما يقنعهم بأن مشروعه الحالي وما يتعلق في إصلاح سن التقاعد هو المهم والأفضل، أو هو الأهم والأفضل لفرنسا والاقتصاد الفرنسي. أيضا ماكرون في فترة أو في الانتخابات الرئاسية طرح حزمة إنقاذ اقتصادي أو حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 20 مليار لدعم أسعار الوقود أو لخفض أسعار الوقود وأسعار الطاقة. سنرى أيضا ما سيقدمه للفرنسيين الآن، لأن هناك أمرين هم الفرنسيين: القوة الشرائية وخفض التضخم. غير ذلك تبقى مسائل ثانوية بالنسبة للفرنسيين، إذا ما تحدثنا عن السياسات الخارجية، الحرب الروسية الأوكرانية، فرنسا طيب. والاتحاد الأوروبي، كل هذه الأمور. طيب، على رأس الملفات الخارجية سيد ناصر، ترى بأن ماكرون لا يجب أن يتمتع بهذا الرقم. على رأس الملفات الخارجية، وأعذرني لضيق الوقت، يعني لو باختصار، هناك الملف اللبناني، وماكرون كان أول من زار لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي لبنان أيضا هو مقبل على انتخابات. كيف سيتعامل الرئيس ماكرون مع ملف لبنان؟
أعتقد بأن ماكرون سيعطي أهمية لموضوع لبنان، ولكن بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية أو في هذه الأثناء، وسيكون هناك تركيز فرنسي ليس فقط على لبنان بل على الشرق الأوسط والمنطقة، لأن ماكرون في فترة رئاسته الثانية يرى بأن فرنسا يجب أن يكون لديها دور أكبر في لبنان، في الشرق الأوسط، وحتى في منطقة الخليج، بالتزامن مع إعادة تشكيل التحالفات في هذه المنطقة وتراجع الدور الأمريكي أو النفوذ الأمريكي. ويجب على فرنسا والاتحاد الأوروبي أو فرنسا وألمانيا هذه الثنائية أن تشغل نفوذ ما في لبنان، في العراق، في سوريا، في منطقة الشرق الأوسط، ويكون لها دور أكبر. هذا صعب جدا، ولكن هذا على أجندة الرئيس الفرنسي، أن تكون منطقة الشرق الأوسط ولبنان بالإضافة إلى منطقة الخليج هي مسألة مهمة لتعزيز التحالفات والشراكات الفرنسية في هذه المنطقة. شكرا لك ضيفي من باريس ناصر زهير، الباحث في مركز جنيف للدراسات.